شكرا للزميل خالد ياسين. منبت الأحرار مشرق الأنوار، عشت في الأوطان للعلا عنوان. أصدقائي كريستيانو رونالدو والقائد بن عطية، لحظات قبل انطلاقة المباراة والقمة هنا في ثاني مواجهات المغاربة في مونديال الروس 2018. مباراة إيران دخلت طي التاريخ، خسارة الماتش الأول كانت بصفة قاتلة بسيناريو غير مستحق. صوروا في التاريخ، صوروا بلغة الأرقام أن المغرب عمل استحواذ بنسبة 68%. محاولة التوزيع، عرضية أولى خطيرة والبرتغال تعرس، ترجع كرة ثانية، التسديدة والدفاع وكورنر أخرى للفريق البرتغالي. مباراة كبيرة، موعدين ماتش كبير، ماتش كبير يا كاتب التاريخ غير عناوين. برناردو سيلفا ساتيزن بطل بريمير ليج مع السيتي، خطيرة ترجع بالفنربخشة، اسمه كبيرة في تشكيلة الوصول والرأسية للمغرب. المغرب تلعب بداية كبيرة. خالد بوطيب محترف الدوري في تركيا، فرصة وكرة سارة الآن، هل هي وقت النقطة؟ نقطة ولا ثلاثة بالرأس ولا دبروة. 1-0 البرتغال، كريستيانو رونالدو، رونالدو جول، رونالدو مولع في المونديال هذا، رونالدو في سوبر فورما، رونالدو يستثمر كرة من الثبات، يفتح بواب التسجيل ويسجل 1-0 لفرحة ميستر كوتش فرناندو سانتوس وخيبة أمل للمسيو الفرنسي هيرفي رونار. شوف الكرة من الدفاع تمشي، كرة ركنية، كرة رونالدو وحده يتسيب وبالرأس، مشكل كبير. الكرة الهربة ممتازة جدا، فرصة التعادل، كرة مغربية وركنية، كرة على اليمين تلعب الكرة عن طريق الهجوم بالرأس، جول، فرصة كبيرة جدا. المغاربة يتواجدون أمام معسكر البحارة، فرصة التعود، ترجع كرة خطيرة، حذاري صعبة، لفوا دار رونالدو، رد بالك، فرصة الثاني، فرصة الثاني من السهر السبن، كانت كرة قريبة لهذا الشباك، رونالدو مولع، رونالدو في المغربي، أسد الأطلسي للوصول، كرة على طريق بوطيب، حط جيبوها بكورنير، يلا الأولاد جيبوها، تمشي كرة وينك؟ وينك بالرأس جول، التعادل يضيع. المغرب كنت متيقن، متأكد ونكررها، تلعب بكل قوة أمام البرتغال. لولا كريستيانو، لولا لمسة الدون، صورة هجوم، ترجع الكرة، يمشي مبارك ويوزع كرة، سجل المغرب باش تذوق من شباك باتريس. الآن المغاربة 4-5 في منطقة الديزويت، اضرب كرة بالرأس، حطها، يفتح اللعبة، المغرب تكور مليح، قوية مليح، جميلة مليح، هيا يرجع بالكرة، كنترول، لعب كرة طويلة فباش تسلل، اطلع معايا. بلندا، الفينومين بلندا، لاعب جالاتا سراي، بطل تركيا برانس البارك، المغرب تلعب، المغرب تكور، والمغرب تعدل، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، طمع في هذه المباراة، أطمع في هذا اللقاء، لا للكومبلكس، لا للكومبلكس النقص، لا لمركبات النقص، لا لعقدة النقص، ممكن ممكن، يا نور الدين محلاك، يا مرابط مبلنك، حط الكورة خطيرة، ذرار، المرابط، ذرار، مرابط، مرابط، مرابط يحارب فيهم، يمشي بالكورة للبرتغال فمش خطأ، قرار سليم، تمشي كورة الكونتر أتاك، البرتغال بالكونتر، يلعب بالمرتدات، يمشي برناردو سيلفا، إيش، لعب أياكس، حكيم، حكيم يا فنان، أضرب يا حكيم، والحارس روي باتريسيو. أنا نتصور المغاربة فرحانين بمنتخبهم، والعرب اللي يتفرج ليه، يهرب مرابط، بركلا عليه، يدخل مرابط، ماذا هناك، يمشي البرتغالي، خطيرة جدا، جو ماريو، جو ماريو هذه حطيتها على درابوه، سيضرب رونالدو، أتمنى لا ينجح، يمشي كريستيانو، رونالدو في كرة خطيرة، يمشي المغرب خطيرة، والروسية هي، اضرب، امشي تبع يا مرابط، امشي تبع يا مرابط، الامريكي يقول ما فيها شيء، وين الفار، علاش عملتوه؟ الفار علاش حطيتوه؟ علاش ابدعتوه؟ علاش ابتدعتموه؟ مش ممكن، قالوا ما فماش فار، في الرياضة وفي الحياة، قادرين على العودة، في الانتظار خطيرة، والحارس يبدع، يبدع منير المحمدي، هذا التعلق بالإصرار المحمدي. فرصة الهدف الثاني عن طريق كديس، هيا بالرأس، وينك؟ وينك عاد يا أبو الطيب شوربا، ترجع الكرة، والله مرونة في كرة، مرونة في كرة، هيا مرابط، مرابط، مرابط لف، مرابط دار، فما خطأ، نعم فما فاول، هيا هيا حط الكرة، حط الكرة، لهم البدايات ولنا الخواتيم، المرابط اليوم تمشي كرة ملعوبة، اضرب الرأس.
جزاء يا الله. والله جاتك يا المهدي، والله جاتك يا مهدي. يونس بالهندة يضرب كورة على دوزيام بوتو وضيعها على القائمة الثانية. شو بالهندة، شو بالهندة، وينك يا مهد؟ سجل الشوط الأول رسميا ينتهي هنا في استاد لوجنيكي. أصدقائي المشاهدين سبورتس، نستعيد الكلمة والصورة هنا من استاد لوجنيكي في العاصمة. الفاول، ترجع كرة صعبة، كرة خطيرة، التوزيع ممكن جدا، واحد يغطي صعبة، فرصة رونالدو، مرت بعيدة، مرت بعيدة، كرة بعيدة من كريستيانو كقائد البرتغال، كابتن الفريق البرتغالي. كريستيانو رونالدو هو الكابتن التاريخي للبرتغال، بح ثالث اكثر لاعب في تاريخ البرتغال، لعب زي الوطني. حذاري وكره فيها خطا، تقريبا الاخطاء تتكرر على الكرات الثابته، صعوبه كبيره في رد خطوره المنتخب فيها. يا زي ايش، امشي بالراس، جول، مش ممكن، مش ممكن، خلاص خلاص اكتفيت، خلاص يا ابن الهند وفيت، خلاص خلاص خلاص، لا حاجه لنا في النتيجه الان. يا رونالدو وجهك اصفر، يا رونالدو. نور الدين حاط الكوره، اضرب جول، يا الله يا الله يا ابن الهند، يا الله يا يونس، يا الله يا يونس، يضرب بالهند والحارس باتريس وقال لها البرتغال تتلقى الدروس. يمشي المغرب يحاول، اضرب جول، لا لا يا المهدي، لا يا ابن عطية، ضياع ضرب جزاء، والله تقريب في 11-12 متر مقابل الحارس. لا اكتفي بيد المغرب، لا اكتفي. نوردين فيها لمسة يد، ما يعطيهاش، اضرب كرة بالراس، ويني وين وين وين، ترجع الكرة مرة أخرى المغرب، لورلو، لورلو دي الماروكو، لا لا، كرة عالية، شوية بركة، ترجع مرة أخرى، ترجع مرة أخرى. أول ماتش في المونديال للكرة العربية والمنتخبات العربية، السيح يكون هو حماس المعلق تكون في الاتجاه الإيجابي. زياش يضرب الراس، الدفاع، ارتباك، لمسة يد، لمسة يد يا حكم، لمسة يد يا جريك، لا قال العب، ترجع، ترجع الكرة عن طريق زياش، يضرب خطير. استو في استاد لوجنيكي، تلعب كرة، التعادل ضاع، التعادل ضاع، مش ممكن، مش ممكن، ماذا أدرت يا المهدي؟ ماذا ضيعت يا بن عطية؟ كرة تعادل، حكيم زياش، كرة ثابتة، الكرة ترجع، باش يضرب الشوط، الله 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 الله، رقم 17 نبيل ديرار. تمشي كرة والراسية، ترجع الكرة مرة أخرى، المغرب يواصل بريسينج، ترجع كرة ركنية، سيتعادلون بالعنف. جاي على الساق اللي يحبها، جاي في المكان اللي يحبه كريستيانو رونالدو من أجل الدوبليتا. أربعة أهداف للبرتغال، أربعة كريستيانو، يمشي كريستيانو رونالدو، الدفاع، فيصل فجر حاط الكرة بالراس، ترجع، اضرب، لا 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 لا، ما عادش يقول لي، لا ما عادش يقول لي، لا عاد، لا عاد، لا عاد، ماتش منحوس، لا 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 لا، البرتغال تاكل ثلاثة أربعة ويروحوا فرحانين. الكرة مرة أخرى مغربية على طريق زياش، يضرب كرة بالراس، يمشي كريستيانو، يلعب رونالدو، كرة الأمل، كرة التعادل، فماش رجوع، ادخل، إليه، إليه، لا 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 لا، كرة تتمنى، كرة ترفض زياش، مش ممكن على روح كبيرة. تفاءلوا خير تجدوه، خسارة مباراة ولكن ميلاد منتخب عالمي، خسارة خير تجدوه، خسارة فريق ولكن ميلاد منتخب عالمي، خسارة ماتش ولكن ميلاد فريق أسود، الأسود رجعت لجيل الذهب، لجيل كاماتشو وشيب وشيبة والنيبت وباقي الكبار. 1-0 البرتغال، رونالدو أمن النقاط الثلاث، ولكن المغرب نالت احترام الجميع، نالت احترام العالم، نالت 0 نقاط. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن الله وملائكته
ركعته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.